اليمنى عبد الرحمن الشمري عرضيه موسى يا لعيب يا لعيب هدف هدف بيوقف كنيده هدف بيرجع العروبه الى المباراه رجع العروبه الى المباراه بيرجع العروبه الى المباراه الله عبد الرحمن الحسن كثير حركه هالولد كثير حركه هالولد برافو حركه هالولد كثير حركه هالولد برافو حركه هالولد كثير حركة الولد برافو نقل الكرة راسية راسية الله 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 لا زالت جول بينما الكرة منقولة على الجهة اليمنى عند الشمري عرضية من عبد الرحمن الشمري عرضية من عبد الرحمن وبالراس الله يا سلام يا حمد لاحظ حطها بالراس صعبة على عساف وبالتالي الهدف التعادل